للفخامة عنوان اللي هو المرسيدس اس كلاس. اليوم احنا معنا مرسيدس اس 400، هالسيارة اللي بترمز لكل ما في الكلمة معنا من رفاهية وراحة وفخامة وعراءة، يعني كل تاريخ مرسيدس بالجنريشن تبع الاس لوصولا للسادس جنريشن اللي هو معنا هلا، موضع بهالسيارة لتعطي شعور انت وعم بتسوق، ان كنت مقصود السائق او كنت قاعد ورا، عن جد شعور براحة هائلة، يعني واحد ما بحب ينزل من السيارة. رح نعمل برمة حوالين الاكسيرة تنشوف شو هي مرسيدس اس كلاس الجديدة، رح نفرجي الماتيريال المستعملة من جوا مع التكنولوجي اللي فيها، سيفتي فيتشر اللي فيها، رح نسوقها على الطريق، رح نفرجي كمان 330 حصان 3.0 V6 انجن عم بجر 2 طن وراه، شو عم بيعمل على الطريق، قديش في اتورك، قديش مريحة، سسبنشن كيف بيشتغل، تونيدو روت تبع السيارة، رح نطلع على داخليتها، نشوف الخشب، نشوف الكروم، شوف كل هالماتيريال اللي مستعمل لتعطي شعور بالرفاهية رائع جدا. يعني انا بتذكر من انا وصغير كان اي حدا شخصية مهمة CEO شو ما كان لازم يكون عنده هالسيارة. خليكم معنا نعطيكم ريفيو عنها، فرج عليها معنا، تسوقوها معنا وتحسوا بشعور رفاهية وشو يعني S-Class 400. مثل ما وعدناكم ناخدكم كزورة كتير حلوة على متن المرسيدس اس كلاس اس 400، لبينا الوعد وفرجيناكم هالسيارة شو بترمز لإلها عراقة مرسيدس والرفاهية الكاملة والراحة بالقيادة. ما بقدر اوصفكم كل التفاصيل اللي موجودة فيها هالسيارة، ما حفوت بالاوبشنز والديتيلز والسيفتي اللي موجودة فيها، رح نعمل رافع سريع خليكم تشوفوا أكثر شو يعني مرسيدس، شو يعني عراقة، شو يعني اس كلاس. أكثر من هيك نحن هلأ قاعدين قدام محل الشوفير، وهذا الشيء ما بيقل رفاهية على المقعد الوراني اللي هو واسع جدا ومريح جدا، بالعكس عم نعيش هدوء تام، معزولين كليا عن العالم الخارجي، وهذا الشيء بيعطينا متعة وراحة بالقيادة غير مسبوقة. الاس كلاس بكل معنى الكلمة عم ترمز لعراقة ورفاهية واللكجري تبع شركة مرسيدس بانز بالاس كلاس اس 400. اسمحوا لي بالاخر قبل ما نختم، بعد ما اخذناكم هالرحله الحلوه وفرجيناكم الانتيري والاكستيري بهالسياره الاكستريملي روعه، بدي اشكر بس شركه ليورنتا كار اللي اعطتنا هالسياره تنجربها لنقدر ناخذكم برحله من نوع جديد، برحله الرفاهيه، برحله المرسيدس اس كلاس اس 400 2015.